جزاكم الله خير. أشار الشيخ صالح إلى نقطة وقد ذكرتموها في بداية حديثكم حفظكم الله ورعاكم، وهو أن بعض الناس يرى يقول يعني بأن الكسوف ظاهرة طبيعية. هذا كلام باطل، هو أجراه الله جل وعلا، ما هو طبيعي. الأشياء لا تنسب للطبيعة، وإنما تنسب لقدر الله سبحانه وتعالى، تنسب إلى الله أنه هو الذي قدرها وخلقها وأوجدها، ولا ينسب إلى الطبيعة شيء، لا الكسوف ولا غيره. نعم.